إذن مشاهدينا لتحليل هذه الزيارة وإلقاء الضوء عليها أكثر معنا ومعكم الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. أهلا بك أستاذ أشرف. أستاذ أشرف أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك. طيب، أستاذ النور، يعني أهمية هذه الزيارة في توقيتها وفي أجندتها كيف تقرأها؟ يعني بالتأكيد هذه الزيارة تأتي استكمال اللقاءات التي تمت على أرض مصر في الأيام القليلة الماضية، زيارة الملك حمد بن عيسى ملك البحرين، زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، زيارة الأمير تميم بن حمد أمير قطر، وأمس زيارة الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، واليوم الرئيس السيسي في سلطنة عمان، وغدا الرئيس السيسي في البحرين. وهذا يعني أنه هناك دائرة كاملة من المشاورات تتم مع دول مجلس التعاون الخليجي، استعدادات وتنسيق للقمة الخليجية التي ستشارك فيها مصر والأردن والعراق بحضور الرئيس الأمريكي بايدن في منتصف الشهر المقبل في المملكة العربية السعودية. واضح أن القضايا التي ستبحثها هذه القمة التي ستضم الخليج ومصر والعراق والأردن قمة هامة جدا يتم التنسيق والتجهيز لها، يتم تمتين المواقف والاتفاق على القضايا التي ستتم مناقشتها. وهذا ما سيحدث اليوم في سلطنة عمان، نفس الملفات التي طرحت في اللقاءات الخليجية المصرية خلال الأيام القليلة الماضية ستطرح نفس القضايا، علاوة على العلاقات الثنائية المتميزة الدافئة التي لم تتعرض للتعكير في يوم من الأيام، سواء في عهد السلطان الراحل السلطان قابوس بن سعيد أو عهد السلطان هيثم بن طارق. استمرت العلاقات الدافئة الجيدة، العلاقات القائمة على الاحترام والتعاون. هناك عمالة مصرية في سلطنة عمان تنعم يعني احترام وتقدير كبيرين، وهناك استثمارات عمانية في مصر، وهناك تبادل للخبرات. واعتقد انه زيارة اليوم ستؤدي إلى مزيد من التعاون في كافة المجالات. صحيح أستاذ أشرف، يعني هذه الزيارة لها وجه وشق سياسي وأيضا شق اقتصادي مهم لا يمكن أن نغفل عنه، لكن أعود بحضرتك للشق السياسي وفكرة الحالة التشاورية التي تقودها مصر وصنعتها بالفعل الدبلوماسية المصرية مع الدول العربية وأيضا مع المجتمع الدولي ككل، وذلك للاحتشاد وراء القضايا المهمة، القضايا الدولية الكبرى. يعني أزمات كثيرة تمر بالعالم، الأزمة الأوكرانية الروسية، أوبئة أيضا تفشت في العالم، أيضا تغيرات مناخية يمكن أيضا أن نحسبها في هذه التشاورات. إذا إلى أي مدى يمكن أن نضع هذه الزيارة في إطار هذه الحالة التشاورية التي صنعتها وتقودها مصر في المنطقة؟ يعني دعيني أقول لك أنه العلاقة بين مصر وسلطنة عمان متميزة، علاوة على أنه البلدين بينهم يعني عناصر مشتركة. صحيح. أهمها هو انتهاج الحوار وسيلة لحل كافة الإشكاليات والصراعات في المنطقة والعالم. سلطنة عمان تقوم بدور تصالحي كبير جدا، يعني تحاول دائما وبدبلوماسية هادئة أن تحل القضايا الإقليمية، وحدث هذا في يعني قضايا مثل اليمن، مثل العراق، مثل سوريا، وأيضا حتى الصراع الإيراني مع دول الخليج. وهو نفس المنطق الذي يعني تؤمن به مصر وتعمل من أجله، وتعمل الخارجية المصرية بتعزيز فكرة أنه الصراعات المسلحة لا تؤدي إلا إلى مزيد من الخراب والدمار، وأنه لابد من الحلول السياسية والحلول السلمية والجلوس على موائد الحوار. ويعني لذلك تأتي زيارة اليوم
لتعزيز هذا الموقف المشترك بين البلدين للاستعداد للقمة التي ستتم، للاستعداد يعني تحديد مواقف مشتركة ليس فقط بين مصر وسلطنة عمان، ولكن مصر وبقية دول الخليج ومصر والعراق والأردن، حتى تكون هذه المواقف والرؤى المشتركة موجودة على الطاولة في القمة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية. في القضايا المحورية، القضية الفلسطينية، قضية يعني وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى والمقدسات، قضية يعني ضرورة التحرك نحو حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي، في الأوضاع فيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، فيما يتعلق بالأوضاع في اليمن، فيما يتعلق بالإرهاب الذي يستهدف المنطقة، فيما يتعلق بأمن الطاقة في المنطقة والتداعيات الكبيرة سواء الاقتصادية أو السياسية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا في تحديد وسائل لمجابهة أي ضغوط قد تمارس على الدول العربية لاتخاذ موقف في هذا الاتجاه أو ذاك. كل هذه ملفات وقضايا هامة جدا تؤمن بها مصر وتؤمن بها سلطنة عمان، والبلدين يتحركان بكل هدوء وبكل ثقة وأريحية من أجل تفكيك المشكلات ومن أجل البحث عن حلول بعيدا عن السلاح وبعيدا عن العنف. عظيم. إلى أي مدى التجربة المصرية الحديثة، فلسفة الجمهورية الجديدة، وما يحدث في مصر الآن من تنمية وشمولية في هذه التنمية والتحرك على كافة المسارات لتحقيق التنمية والاستدامة هذه التنمية أيضا، قد تكون جاذبة للدول العربية لجذب الاستثمارات للشراكات المختلفة مع الدول العربية، ونحن هنا بصدد الحديث عن سلطنة عمان، لتوقيع اتفاقيات واستثمارات في مصر؟ يعني بالتأكيد التجربة المصرية في التنمية وإعادة إنشاء بنية تحتية تستوعب الاستثمارات هي تجربة ملهمة للمنطقة وللعالم أجمع. دولة كانت في حالة شبه إفلاس، محرومة من الخدمات الرئيسية، الآن لديها شبكة طرق يعني تحتل مرتبة عالمية، مدن جديدة جاذبة، لديها فائض في إنتاج الطاقة تصدره للدول العربية، لديها فرص استثمارية في كافة المجالات تقريبا، خاصة وأنه لدينا عاملين مستجدين. العامل الأول هو أنه البنية التحتية التي أقيمت في كل مصر تستوعب استثمارات وتوسعات يعني أكبر مما كان أحد يتخيل منذ سنوات قليلة. علاوة على أن الدولة تستعد الآن للتخارج من بعض القطاعات وإتاحتها للقطاع الخاص، وبالتالي يمكن للاستثمار العربي أن يدخل بشراكة مع القطاع الخاص في هذه القطاعات التي ستتركها الدولة، والدولة هي ضامنة للاستثمارات العربية والاستثمارات الداخلية والاستثمارات الخارجية أيا كانت. والدولة تعمل يعني على أي حال أستاذ أشرف، السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، والتفاهم السياسي بالتأكيد ينجم عنه تفاهم اقتصادي وشركات ومصلحة مشتركة بالتأكيد. أستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام، أشكرك جزيل الشكر.